من جديد اهلا بحضراتكم عين على البرلمان، الفقره الاخيره فقره الحوار المتعلق بقضيه التموين النهارده اللي بناقشها مع ضيفنا الاستاذ ماجد نادي المتحدث الرسمي باسم نقابه البقالين التموينيين. برحب بحضرتك مشرف. اهلا بحضرتك يا فندم. استاذن حضرتك بس لان جالنا ورد لينا خبر عاجل ان المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون وزير الدوله للشؤون القانونيه ومجلس النواب قال ان الحكومه هتعرض البرنامج على البرلمان يوم 19 مارس الحالي. قال ان هناك اتفاق مبدئي على ان هذا اليوم ليكون البرلمان ارسل اللائحه الى مجلس الدوله، موضحا ان الحكومه جاهزه ببيانها الا ان البرلمان هو الذي لم ينتهي من لائحته. وحول آلية صرف رواتب الموظفين المدنيين بالدولة أكد المستشار مجدي العجاتي أن كل الموظفين صرفوا رواتبهم بالفعل وأنه لا يوجد لغط في هذا الصدد، مشيرا إلى أن احتساب المرتبات يتم بناء على القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية. ده بيان الحكومة على لسان المستشار مجدي العجاتي. إذن يوم 19 مارس هو الموعد المرتقب لعرض بيان الحكومة على مجلس النواب علشان نسمع نشوف ايه هي الحكومة وخطتها وهتعمل ايه، ومجلس النواب يكون انتهى من اللائحة الداخلية، واتمنى كمان ان هو يكون خلص موضوع اللجان. برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك. ايه موضوع التموين بقى؟ دلوقتي كلنا فرحنا بالمنظومة بتاعت التموين من فترة، فرحنا بالفكر الجديد في موضوع السلع التموينية، والناس بقى من حقها تاخد حاجات كتير، ما بقتش 3 4 سلع، وبقى في كروت ذكيه وكل استبشر خير، وكل قال ان ده يعني فكر متطور وفكر جديد واسلوب بيحقق للمواطن حاجات كتيره جدا، مش بس حصره في سلعه او سلعتين او 3 او 4 الرئيسيين اللي بنسمع عنهم بقى لنا 50 سنه. فجاه بدات تطلع مشاكل. المشاكل ديت من وجهه نظرك متعلقه بالمنظومه ولا متعلقة بإن السلعة نفسها مش متوفرة؟ لا، وأقول حاجة بس اللي دايما حضرتك قلته يا أستاذ شريف، هي المنظومة كلها طلعت بفرحة وفكرة وتنتمي صاحب الفرحة الدكتور خالد حنفي ولا يوجد طرف تاني. صحيح. عشان يعني ياخد حقه. صحيح. وهو اللي عمل الفرحة وهو اللي عمل المنظومة وهو اللي عمل النجاح ده كله في وقت ما حدش يعرف يعمله. لكن عشان أكون أمين معاك، جه في آخر قرار، جيب قرار خاطئ. مفيش نقص سلع. مفيش نقص سلع؟ أنا هقول مفيش نقص سلع. ليه حصل نقص السلع؟ المنظومة التموينية شقين، شق ما بين سلع التموينية لكل مواطن 15 جنيه للفرد حسب عدد الأفراد الموجودين في البطاقة. وبدل نقاط الخبز شق تاني اللي هو كل مواطن بيوفر رغيف عيش بياخد عليه بريزة. هشرح المنظومة عشان أقول ليه المنظومة كانت ناجحة. وليه المنظومة جت بعد كده راحت كلها وقعت. فكله في الآخر كان في إيد وزير. تمام. لكن انت دلوقتي حطيت قاعده مفيش نقص سلع. لا، مفيش نقص سلع. مفيش نقص سلع. مفيش نقص سلع. تمام. وهقول لحضرتك اللي حصل. جه الدكتور خالد حنفي عمل منظومه العيش اللي بدل نقاط الخبز عن كل مواطن في رغيف هيسيبه يدعمه للدوله. يدعمه للدوله. ما المواطن دلوقتي هو اللي بيدعم الدوله. تمام. بدل ما باخد ب 50 رغيف، لا، هاخد 20 واسيب للدوله ال 30 التانيين. فبيسيب ال 30 التانيين للدوله دول بحوالي 6 جنيه، وهو ياخد من التانيين دول من ال 30 دول 3 جنيه. تمام. فكان بيدعم الدوله. تمام. والدكتور خالد حنفي عمل معانا اتفاقيه، هات لكل هات السلع اللي انت عايزها للمواطن. وكل منطقه حسب احتياجات المواطن بتاعها، يعني مثلا الارياف فما ينفعش يجيب ميه معدنيه. وما ينفعش يجيب عصاير. فكان كل تاجر بفكره بيجيب حسب احتياجات المواطن بتاعه. فكنا بنجيب كل حاجه. فدينا نشتغل بالمنظومه. كبرنا محلاتنا، وسعنا محلات، عملنا سوبر ماركات، جبنا ثلاجات، واشتغلنا على هذا الفكر. وبدينا ماشيين في الطريق ده، جبنا كل السلع للمواطن. المواطن يجي يضرب بطاقته، كان ليه 50 جنيه بعد العيش وليه 60 جنيه تومين، يبقى دي 110. خد اللي انت عايزه. خش اختار بال 110. بال 110 اختار اي حاجه. وعايز اقول عايز، انا اسف، كانوا بيقول لك انا محتاج بامبرز، خد بامبرز. ايه المشكله؟ انت دي فلوسك. مش فلوسي، وانت محتاج ان انا اجيب لك اللي انت عايزه. تمام. فانا كنت بهيئ لك الجو اللي انت عايزه. وكنا نعمل منافسه بينا كتجار من بعض. ايه هي المنافسه؟ انا كنت ادور على البامبرز بارخص سعر مثلا. واروح اجيبه وابيعه باقل سعر عشان زميلي يغير مني. الحق ده بيبيع لي البامبرز، انت جبته منين؟ انا جبته من حته فلانيه. وابتدى الموضوع يكبر بكده. وكانت موضوع فتح البطاقات ان انا اضرب من عند اي تاجر، دي كانت حاجه ميزه كبيره جدا. حضرتك انسان ما عندكش السلعه، هروح لغيرك. حضرتك عندك سعر غالي، هروح لغيرك. فكان اللي عنده سعر غالي وسلع مش كويسه كان اجبار عليه
انه يرخص في السعر ويجيب سلع عاليه الجوده. فدي عملت منافسه ما بيننا وبين الشارع. اشتغلنا لغايه شهر 12/2015. جه الدكتور خالد حنفي قال لك لا انا هعمل قرار جديد ان انا بدال، وكنا بنيجي اخر الشهر على يوم 20 من اخر منظومه العيش، يوم 20 يوم 1 نعرف احنا صرفنا بكام على المكنه، بعنا بكام للمواطنين، 50,000 60,000 كل وقت تاجر وحسب شطارته والسوق بتاعه. وكان بعد ما يعادل 30 يوم 35 يوم 40 يوم كانت الحكومه تبعت لنا الهيئه 9/8 تبعت لنا فلوسنا على البنك على يوم النهارده بكذا، ثاني يوم كذا كذا، لغايه على يوم 45 كنا مخلصين فلوسنا خدناها. وكنا نبتدي نجيب تاني عشان شهر جديد داخل عليا. فكنا محسين المواطن. امتى حصلت المشكله؟ ما كنا محسين المواطن، كل ما مواطن يخش يلاقي السلع التومينيه موجوده عند تاجر التومين يعمل المنظومه للاحتساب ده كله للدكتور خالد حنفي، وده كان حقه لان هو داخل عند تاجر التومين لقى كل المحل مليان. ما يعرفش ان التاجر ده او طريقه التشغيل ازاي ماشيه ازاي. في شهر 12 الدكتور خالد حنفي قال لك لا انت ما تجيبش سلع، انا هديك السلع. انت كنت انت اللي بتجيبها؟ انا اللي بجيبها. تمام. فتيجي تقولي في ازمه زي كنت بتصرف، بعرف اجيب لان دي شغلتي التجاره. يعني ايه انا اللي هجيبها بقى؟ انا اللي هديك السلع، بدل ما اديك فلوس انت بتجيب وانا اديك فلوس، انا هديك السلع وانت تاخد هامش ربح. ده من امتى؟ ده من واحد طلع القرار في شهر 12. قعدنا مع الدكتور خالد حنفي، يا فندم عندنا بضاعه موجوده، انت مطالب مني في شهر واحد هشتغل بطريقتك. انا عندي بضاعه موجوده في المحل اللي هي انا كل شويه بخزن وبجيب عشان ما احسسش في يوم ان في نقص في محلي. او المواطن لما يجي، اذا كان يجي لي المواطن يطلب مني صنف انا مش موجود، اكتب له ورقه بيه اقول له بكره تعالى خده. شوف وصل درجه ايه؟ بكره تعالى خده. فكان يجي لي بكره اقول له الصنف بتاعك اللي انت طالبه مني اهو جاي لك. فجه قعدنا معاه، طب احنا عندنا بضاعه وعايزين طريق، هتديني هامش ربح ايه؟ ما انا كنت ببيع كرتونه دي ب 10 جنيه بكسب فيها 5 جنيه. انت هتديني ال 5 جنيه؟ قال لي اهدي خلاص اتفضل ما عنديش مشكله، ما انت في الاخر هتعوضني. بس انا عندي بضاعه في محلي هنعمل فيها ايه؟ ما انا هطالب ان انا هشتغل بضاعتك انت. قال لك هتعمل ايه؟ قال لي هاجل لك شهر. هبتدي معاك من شهر 2. اللي هو فبراير ده؟ اللي هو فبراير. تمام. اللي احنا اللي فات ده على طول. اللي احنا فات. بالظبط. معلش. ابتدينا وخلصنا في فبراير، جينا في فبراير. كان منزل خطه عمل اخر يوم صرف سلع تومينيه لتاجر التومين المخزن التومين اللي هو يوم 30 اخر نهايه الشهر 30/1 30 يناير. ومن 1 انا ابتدي اصرف للمواطن. رحنا يوم 28/12 و28 يناير معالي وزير التومين المخازن فاضيه وانا مطالب بعد يومين اشتغل. كان في وجود قيادات وزاره التموين وفي وجود شركه القبضه. شركه القبضه احنا شايفين لا الدنيا زي الفل. يا فندم مفيش. انا اللي بقول انا الشارع. مفيش حاجه، مفيش حاجه زي الفل. مين قال ان في حاجه زي الفل؟ معالي الوزير بصراحه راح اصدر معاونيه ان لازم ننزل معانا الشارع ونشوف المخازن. نزلنا لقينا الدنيا فاضيه. طيب خليني استوقفك عند النقطه ديت واستاذنك لان مشاركات المواطنين بدات الحقيقه. معانا اتصال من استاذ مايكل من اسكندريه، اتفضل. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا اتفضل. حضرتك انا كنت بتكلم بس بمناسبه مشكله التموين، والاستاذ ماجد يمكن شرحها كويس اللي موجود عند حضرتك. بس هو في مشكله كبيره ان دلوقتي الوزير قال عمل منظومه كويسه جدا ويعني الناس كلها فرحت بيها وكله تمام، بس جه في نقطه معينه ما عرفش ينفذها او اللي تحت ايده ما عرفش ينفذها. ايه هي؟ اللي هي توفير السلع التموينيه. تمام. لو احنا حضرتك بنتكلم ان احنا بقى لنا 3 شهور ما فيش زيت ما فيش رز موجودين ولا في الجمعيات ولا موجودين بره قليل التموين. تمام. لو اتكلمنا في نقطه ثانيه ان حضرتك قال لك انا هوفر وانا هديكم وان شاء الله كل حاجه موجوده، نيجي لارض الواقع، تعالى النهارده انزل اسكندريه، انزل لاي مخزن تموين. كل يوم خناقه بين بقالين التموين عشان يعرفوا يجيبوا شويه زيت، او لما يجيب كرتونه الزيت يقول لك انا ما عنديش غير 10 كراتين كل واحد ليه ازازه. تلاقي نفس حضرتك ان الناس بتضرب على الجمعيات، تيجي الجمعيات تروح له يقول لك النهارده انا بكلم حضرتك على النهارده، راحوا الجمعيات بيقول له انت مالكش عندي تاخد زيت، انت ان شاء الله في التموين بتاعك تاخد زيت وتعالى ان شاء الله دلوقتي هتاخد كل معلبات. تمام. انا فهمت فهمت قصد حضرتك، بشكرك شكرا جزيلا. استاذ علي من المطريه اتفضل. ايوه اتفضل يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا استاذ شريف لا نقصان، احنا عندنا نقص الرز والزيت يا بيه، ما فيش خالص. تمام. ولا رز ولا زيت ولا اي حاجه، كل اللي كله موجود معلبات. حتى الشريحه اللي هي اللي احنا بنجيب بيها لو اتكسرت او حاجه ورحنا عشان نغيرها قعدونا 4 أشهر عشان نعملها. تمام. يعني الكمبيوتر ايه اللي شغال واللي احنا فيه دوت؟
يعني هي المفروض ان احنا مسجلين على الكمبيوتر بيطلع لنا شريحه على طول، لا لازم يقعدونا 4 أشهر ويمشفرونا بال 20 مشوار، يعني نمشي من المطريه نروح سرايا القبه علشان نعملها 3-4 مرات. وصلت الصوره، شكرا جزيلا. طيب خليني اسمع من حضرتك دلوقتي، انت وصفت المشكله، ما كانش في نقص في السلع التموينيه، كانت وزاره التموين بتديني انا بتصرف وبنزل اشتري من السوق وببيع للمواطن من خلال الكارت اللي مع المواطن. جات وزاره التموين من شهر او شهرين قالت لكم لا انا مش هديك، انا همولك بالسلع تمام وهدي لك هامش الربح. الربح اللي لغايه دلوقتي احنا مش عارفين هو هامش الربح، اللي هو انتم مش عارفين لغايه دلوقتي. ما هو انتوا اصلا خدتوا سلع. ما القصه بقى ارد على استاذ مايكل لغايه كده. استاذ مايكل فعلا انت صح، لما جه القرار قال لك انا هديك السلع، اصبح اللي خلاني انا مكتف الايدين مش عارف اتصرف، مش هشتري. فيبقى العجز جاي منين؟ انا كنت الاول ما فيش عجز، بدليل من بدء المنظومه حتى شهر واحد ما فيش مواطن مواطن في مصر اشتكى على نقص السلعه. ليه؟ انا اللي كنت بجيب، انا اللي كنت بتصرف. لما قلت لي ما تجيبش ما تتصرفش، انا اللي هتصرف لك، من هنا حصل النقص. انا ما عنديش، هدي لك منين؟ ما انا ما عنديش. طب قلت ليه؟ لما ما عملتش دراسه ليه الكلام ده؟ حسستنا ان الدنيا زي الفل وشهر، لدرجه قال شهر واستحملوني، احنا في شهر 3 شهر الثاني اهو. طب انا عايز اسال سؤال، ازاي يبقى في نقص سلع وانت تقدر انت كبقال تموين تجيب السلع؟ هقول لحضرتك، يعني الوزاره مش عارفه تجيبها وحضرتك اللي هتقول لحضرتك ليه؟ ما انا هقول لحضرتك ليه؟ انا كان عندي بدال التاجر مليون تاجر اجيب منه. الوزاره النهارده التاجر لما شاف ان الوزاره هي اللي هتتحكم قال لك خزن عندي. لما اشوف هو هيجيب مش هيقدر يجيب، السوق عالي زي الرز ما هو عالي النهارده والزيت، وابتدى التاجر يطلع بالسعر العالي. حصلت من هنا الازمه. طب احنا كان في غنى عن الكلام ده كله. كان السلع ايه؟ اول حاجه قلنا ان الموضوع موضوع الزيت عشان العوامل الجويه والدولار والتصدير والاستيراد. احنا الرز بنصدر. ايه مشكله الرز؟ طول عمرنا بنصدر الرز، ليه نقص الرز؟ لا له دعوه بالدولار ولا له دعوه بالتصدير. ده احنا اللي بنزرعه. النهارده الرز ارتفع جنيه، من قرار الوزير ده حصل مشكله نقص السلع. دي نمره واحد. نمره اتنين، النهارده مفيش خطه عمل ماشيه خالص بسبب المنظومه الجديده. يعني تاجر التموين نفسه ما عرفش هامش ربحه كام. النهارده انت انا كنت بكسب في الكرتونه 10 جنيه، جيت تديني فيها 2 جنيه بس. وانا كان بيجي لي المنتج لغايه باب محلي، والمنتج اللي ما يعجبنيش، والمنتج لو افتح الكرتونه الاقي فيه علبه بايظه برجعه تاني. النهارده انا اروح اقف في الطابور زي المواطن لما بيجي يقف عندي، واقف مع امين المخزن، واشوف امين المخزن هيتراضى ولا مش هيتراضى، هيديني زيت قد ايه، ويجي الراجل اللي هيشيل البضاعه، هيتفق معايا الكرتونه ب2 وب3 جنيه. النهارده كرتونه الزيت بص عشان تجيني محلي 3 جنيه مشلع، وانا بكسب فيها 2 جنيه. هدفع عليها جنيه. طيب خليني اخد استاذ عبد العظيم من اسيوط، اتفضل يا استاذ عبد العظيم. يا فندم لو سمحت، انا مقدم البطاقه عندي بدل ثالث كارت التموين. ايوه. وسلمتها يعني ما سلمتش تموين شهر 2 وادي شهر 3 هو وما اعرفش هتطلع انت. تمام، يعني ايه ما تعرفش؟ ما سالتش؟ ما سالتش، قالوا لسه ما جاتش. لسه ما جاتش؟ ما قالولكش هتيجي امتى؟ لا ما قالوليش. طيب البطاقة وبدل التالف ومشكلة البطاقة دي هتكلم فيها مع حضرتك. مين معانا؟ أستاذ محمد من الجيزة اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضل. حضرتك أنا بقالي أكتر من سنة عامل حوالات، مرة عملت مرة في شهر 3 وشهر 4 وشهر مش عارف إيه، أكتر من مرة أعمل حوالات ويقول لي روح هناك استنى وتابع، ولحد دلوقتي ما طلعتش بطاقه. بطاقه التموين. اكتر من سنه. تمام. وحضرتك ورحت المكتب ورحت المديريه ويقول لي اعمل ورق جديد وبعمل ورق جديد. طب اعمل ايه تاني؟ اتصلت بمكتب الشكاوي اللي هو الرقم اللي هو 19280 ده. حضرتك انا يعني سجلته من 29/12 29/12 حضرتك انا هو بقى لنا شهرين وبتابع، كل شويه يقول لي اعمل لك استعجال اعمل لك استعجال. 7 استعجالات، يعني التليفون الشكاوي ده اكنه مش موجود يا فندم. تمام، ليه؟ يعني ما بيدونيش اي افاده خالص. ما بيردوش يعني؟ إيه؟ لا بيرد، حضرتك بترد عليا لانسة هي حافظه كلام بتقوله. حضرتك لسه ما جبناش رد من الوزاره، لسه ما جبناش رد من الوزاره. طب يا جماعه قول لي، طيب يعني لا لسه حضرتك هعمل لك استعجال، كل شويه تقول لي 7 ايام وبعد كده تابع، يخلص 7 ايام تقول لي هعمل لك استعجال تاني. طب اعمل ايه؟ طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الأستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين معانا على التليفون. أستاذ محمود أنا برحب بحضرتك.
اهلا بيك يا استاذ شريف واهلا بكل مشاهدينك الاعزاء. تحياتنا. الحقيقه انا في خلال الاسبوعين دول اصبحت بقى عندي خبره كبيره جدا في التموين يا استاذ محمود. ولنا الشرف يا استاذ شريف. يعني الشرف ليا، ربنا يخلي حضرتك. المشكله بتاعه البطاقه مشكله واضح ان هي يعني متكرره، ناس بتتكلم ونفس المده الزمنيه، فكره الاربع شهور والثلاث شهور علشان يستخرجوا البطاقه لو هم عندهم بدل تالف، او حتى لو هو عايز يطلع بطاقه وما عندوش بطاقه اصلا بتاخد وقت كبير جدا. ولو حضرتك كنت سامعني هتلاقي المشكله بتاعه الرقم الخط الساخن اللي وزاره التموين عاملاه هو بالظبط المتصل وضح ملخص كده لاراء الناس. يعني بيقول لحضرتك هو الدباجه محفوظه، لسه ما جالناش رد من الوزاره، واول لما يجي لنا رد من الوزاره هنرد على حضرتك. هتكلم معاك بس الاول في النقطه المتعلقه بالبطاقه دي وايه اللي جرى فيها، ايه الحلول فيها. بالنسبه للبطاقات استاذ شريف، زي ما قلت سعادتك قبل كده، احنا فعلا عندنا عده الاف من البطاقات، فيهم بعض المعوقات بسيطه، ودي في ايديها بدل فاقد، بدل تالف، استخراج بطاقه تموين جديده، تحويل من ورقي الى ذكي، وده اللي تتعدى حوالي 50,000 بطاقه. واحنا في تنسيق ما بيننا وبين وزاره الانتاج الحربي، وبيتم حاليا حل هذه ازاله هذه المشاكل، هذه البطاقات، وان شاء الله خلال شهر مارس باذن الله يتم من استخراج كافه البطاقات، لان احنا بنتواصل يوميا مع بطاقه التنميه. هي حوالي 50,000 بطاقه من جمله 20 مليون بطاقه، واحنا بنتواصل يوميا. يمكن الدكتور خالد حارث بتواصل يوميا مع وزاره التنميه الاداريه اللي هي المسؤوله عن الثلاث شركات اللي مسؤولين عن استخراج بطاقات التموين الذكيه، وفي تواصل بين ما بين وزاره التموين وبين هذه ومن وزاره التنميه الاداريه للعمل على استخراج كافه هذه البطاقات وتحويلها من ورقي الى ذكي او بدل فاقد او بدل تالف. وان شاء الله خلال شهر مارس الحالي سيتم الانتهاء من كافه هذه المشاكل. طيب بالنسبه بقى للموضوع المتعلق بالسلع التموينيه ونقص السلع التموينيه، هنا ضيفي في الاستوديو الاستاذ ماجد نادي المتحدث باسم نقابه البقالين التموينيين قال نقطه مهمه، قال ما فيش نقص في السلع التموينيه، وده يعني ضربه كده غيرت التفكير والمفهوم. قال المشكله ان الوزاره هي عايزه توفر السلع، وبالتالي التاجر الجمله احجم عن الموضوع وبيحوش. يعني القصه قصه تجاريه، مش مساله نقص سلع، او قصه تجاريه وتنظيميه واجرائيه، مش مساله نقص سلع. اولا استاذ شريف، احنا لحد امس يعني احنا باب صرف السلع نقاط الخبز اللي هي السلع المجانيه بصرف المواطنين مقابل تفويضه في استهلاك الخبز يبدا من يوم 1 حتى يوم 20 من الشهر الحالي. خلال اليومين الماضيين بس، يعني اول امس والامس، تم صرف سلع نقاط الخبز بقيمه 206 مليون جنيه من خلال 5 مليون و900 الف بطاقه. يعني شوف خلال يومين تم صرف سلع نقاط الخبز بقيمه 200 مليون و206 مليون جنيه. والباب مستمر لحد يوم 20. تمام. بالعكس كمان الدكتور خالد حنفي بيطالب المواطنين بعدم التزاحم على محلات البقاله التموينيه وفروع المجمعات السلكيه، لان ده بيؤدي الى احمال على شبكه الكمبيوتر. الصرف مستمر لحد يوم 20، السلع الحمد لله موجوده وبيتم الضخ يوميا. ايضا في قرار من الدكتور خالد حنفي بالسماح للبقالين التموينيين بالحصول على احتياجاتهم من سلع نقاط الخبز لحد يوم 5 من الشهر الحالي، ده ايضا تيسيرا على البقالين عشان يتاحوا اكبر قدر من السلع للمواطنين. طيب استاذ، يعني عايز بس استاذن حضرتك واخد رايك، تختار ايه؟ تسمع راي المواطنين ولا تسمع مداخله من الاستاذ ماجد معايا على في الحلقه؟ تبدا بايه؟ تحت امرك استاذ شريف. لا اللي حضرتك تبدا بيه يا استاذ محمود، اللي حضرتك تبدا بيه كده جاهز وكده جاهز. اسمع الاثنين يا استاذ شريف. طب نسمع الاراء الاول وارجع لحضرتك. لا كل حاجه موجوده، ولو حتى فلنفرض مش موجوده نقدر ان احنا نستحمل، ما يجراش حاجه. في مناطق ما فيهاش لا زيت ولا رز، في مناطق فيها، المنطقه اللي انا فيها رز وزيت، فيها كل حاجه. مش شرط ان احنا نعمل ازمه ونعمل عليها مشكله، يا جماعه نصبر، احنا عايزين نخلي بلدنا تنهض، مش عايزينها تقع. في مشاكل فعلا، وبعدين احنا الشهر اللي فات دافعين فلوس في لما بنروح نجيب بقيه العيش النقط بياخد مننا فلوس بتاع التموين. بيقول ده مش للوزاره، ده نقل المواصلات.
يعني العربيات اللي بتجيب الحاجه. الزيت اللي شح اصلا خالي، الزيت اللي احنا بنشتريه من بره دلوقتي، الزيت بنشتريه ب 13 جنيه 15 جنيه ب 12 جنيه كده هو. طبعا الزيت اللي انت بتاخده زيت ذره زيت سيله زيت كده فهمتني، لكن من بتاع البطاقه اللي هي بتاع البطاقه ده احنا انا باخد التموين اللي فيها. السلعه التموينيه كانت متوفره لغايه فتره قريبه، هو بس انقطاع الزيت بس، اما السكر والرز متوفر ولكنه حاليا داخل التموين هو غالي طبعا على الفرد العادي. بصراحه انضف مشروع اتعمل لغايه النهارده مشروع التموين بصراحه، يعني انا كرب اسره اسرتي من 6 افراد ما بحتاجش لاي حاجه من بره، الزيت او السكر او المنتجات الثانيه دي برضو كانت طفره فعلا في عهد الرئيس السيسي بصراحه. يعني عمليه نقص السلع ما فيش نقص ولا حاجه، اللي انا شايفه ان في تاخير بعض الوقت، انما مش نقص سلع، بدليل ان مروح المجمعات والمناطق السلع التموينيه بلاقي كل شيء متوفر. وزاره التموين دلوقتي حاليا كانت في الاول فاشله، كانت بايظه خالص فعلا، لكن حدش كان الناس توابير على ايش، محدش يعرف يجيب ايش خالص فعلا، تموين ما كانش فيه تموين كويس، لكن دلوقتي يعتبر بقت 60 70% عن الاول. تموين بيقولوا الناس تروح تجيبه، اذا كان بقى في نقص دي بقى مش كل حاجه نعمل مشاكل، ايه المشكله يعني لما يكون نقص في سكر شويه او في الرز شويه وانت هتكمل هتجيبه من مجهودك، مفيش مشكله. تمام، خليني اسمع راي حضرتك يا فندم استاذ محمود دياب متحدث باسم وزاره التموين، في اراء ايجابيه. الحمد لله. بص يا استاذ شريف، بالنسبه للمدام اللي قالت ان بتروح تجيب سلع نقاط الخبز وبتدفع فلوس، المفروض سلع نقاط الخبز مجاني، المواطن ما يدفعش مقابلها اي فلوس. وفي الحاله ديت المفروض تقدم شكوى لمكتب التموين التابع ليها لو البقال التمويني اخذ منها فلوس مقابل سلع نقاط الخبز. اما بالنسبه للزيت، الزيت حضرتك انواع، في انواع من في نوع كهرمان، في حتى الانواع اللي هي الشهيره من القطاع الخاص، فبالتاكيد بتبقى اسعارها متفاوته. اما من موضوع نقص الزيت، الحمد لله دلوقتي احنا بنضخ كميات كبيره من الزيت، ان شاء الله خلال ايام النقص ده هيتعوض. لكن في زيت، لكن يعني اللي بيقولوا ما فيش، لا هو في زيت بس مش بدرجة 100%. الحمد لله دلوقتي ملك ساعتك يعني التقرير اللي جابه الحمد لله ايجابي، وان شاء الله هيبقى ايجابي على طول باذن الله، ونتلافى اي معوقات تعوق المواطنين في الحصول على كافه احتياجاتهم. في نفس الوقت الست الازل اللي ما حصلتش على حصتها من الزيت، في قرار من الدكتور خالد حنفي وزير التموين بالسماح للمواطنين اللي لم يصرفوا كامل حصته من المقررات التموينيه خلال شهر فبراير بصرفها مع مقررات شهر مارس الحالي. طيب خليني استاذن حضرتك برضو استاذ محمود، انا عايز استغل وجود حضرتك يعني اقصى استغلال ممكن. فاستاذ ماجد نادي المتحدث باسم نقابه البقالين التموينيين بالتاكيد هيكون عنده تساؤلات ممكن يطرحها في وجود حضرتك، اتفضل. استاذ محمود ازيك؟ اهلا بيك يا فندم. اخبارك؟ حضرتك قلت ان احنا ضخينا حوالي ب 200 مليون و6 206 مليون 6 مليون سلع بدل نقاط الخبز، صح؟ مظبوط. اتصرف المواطنين صرفوها حتى مساء امس، يعني خلال يومين. لا ده حضرتك ده المواطن صرف المبلغ ده بالظبط كده. طب يا فندم انت عندك حضرتك اليات انت وردت تديني المخازن بتاعت الجمله؟ بالتاكيد احنا يوميا يا استاذ ماجد بنتابع التوريدات يوميا، من سواء من قبل الشركات التابعه للشركه الخاصه للصناعات الغذائيه او من قبل الموردين من القطاع الخاص، بتجي لنا بيانات يوميا، لان ده نظام كمبيوتر التوريد بيتورد واحنا بنتابع. تمام. انا هقول لحضرتك بعيدا عن الكمبيوتر وبعيدا عن الحاجات دي، انت راجل وطني وانا راجل وطني، استاذ شريف راجل وطني، احنا ناخد بعضنا، حضرتك تتطوع وانا اتطوع، والاستاذ شريف يبعت كاميرا من عنده، احنا الثلاثه ننزل مع بعض على مخازن كده موحدين، ولا وزير يروحها ولا حد يروحها، وناخد راي نمسك امين المخزن، نزل لك قد ايه وصرفت قد ايه منه، ده يبقى تبرع منه ومن حضرتك، عشان ما نقولش ده بيان ومش بيان. لا ليه دعوه بورق ولا ليه دعوه بالكلام، انا ليه دعوه باللي احنا ننزل نشوف الحاجه على ارض الواقع. انا عاوز اسالك سؤال، انت صرفت السلع من الخط بتاعتك ولا لا؟ انا ما صرفتش غير 20%، ما ده دليل اللي بقول لحضرتك ناخد بعضنا وننزل. انت على فكره بص، الشهر اللي فات انت وارجوك اقول حاجه على حاجه بس يا استاذ محمود، معلش خلينا نسمع بس استاذ محمود عشان على التليفون حضرتك. في اتفضل يا استاذ محمود. اولا ماجد نادي الشهر اللي فات قال ما صرفش، واتضح انه صرف سلعه ب 100% وبزياده فوق منها 20,000 جنيه زياده كمان عن السلع المخصصه له، وهو داير يلف على قنوات وعمال يقول المخازن فاضيه، والمخازن موجود فيها السلع، بس ممكن يكون في المخزن ما يبقاش فيه نقص يا شريف، لان المخزن يعني نظامه انك تورد له وتصرف منه. معايا حضرتك؟ ايوه مع حضرتك. تعالى في اي مخزن من المخازن الموجوده سواء في الدوائر الحمراء سواء في الاماريه او المخازن الموجوده، السلع موجوده فيها والسحب منها يوميا من قبل البقالين التموينين، بدليل ان التقرير اللي عرضته استاذ شريف
ما دام بتقول صرف احتياجاتها من السلع من فرق النقاط السلع موجوده. هم عاوزين يرجعوا للنظام القديم، انا بقول له يا ماجد مش هنرجع للنظام القديم، احنا النظام ده بيصب في صالح المواطن. تمام، لا عوده للنظام القديم مره ثانيه المتعلق بان البقال التمويني يشتري والحكومه تحاسبه، لا الحكومه هي اللي بتدي له السلعه. بعد اذن حضرتك يا استاذ محمود، اول حاجه ما اسمحلكش تقول انا عمال الف على القنوات. لا عفوا، ثواني بس، ما اقولش انا بلف، انا ما باخدش، انا ما باخدش مقابل عفواً عشان تقول انا بلف. انا بحترم كل ضيوفي. لحظه 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 لا مش بلف، ما ينفعش تقول انا بلف. لحظه لحظه يا استاذ ماجد، اسمعني بس خليك يا استاذ ماجد، ما انا ما صح، انا عايز اتكلم في صلب مصلحه المواطن. ماشي امين، خلاص انا معاك يا استاذ محمود. حضرتك بتقول انا بقولت ان انا ما قلتش انا ما خدتش ب 100 حصلت 100%، ما حصلش، انا قلت في مداخله مع الاستاذ احمد موسى وحضرتك كنت موجود ان صرفت ب 100%، بس لما انا صرفت انا بتكلم عن 26000 بقال تومين ما صرفوش. ب 20000 جنيه زياده باشا بعد اذنك، انا ما قلتش، انا قلت لك خدت، انا بقول لك خدت 100%. لا عاوز اسالك سؤال، سامعني بس انا سبتك تتكلم. 20000 جنيه ولا لا؟ ممكن تسمعني؟ اساتذه اساتذه حضراتكم برضو طلعتوني بره الموضوع الاصلي، موضوع المواطن، ودخلنا في قصه شخصيه وانا ما عنديش وقت. تمام يبقى خلاص، قول لي سؤال فني يا فندم، ننزل مع بعض. الشارع اللي يقول مش لا انا لا انا ولا ورق يقول ولا هو حضرته يقول، وما اظنش ان استاذ محمود هيمنع، هو راجل وطني زي ما حضرتك قلت. ننزل مع بعض، حدد الوقت والمكان وانا مع حضرتك، وننزل على المخازن، مخازن عشوائيه بتخدم اعداد رهيبه من المواطنين، ونعمل بيانات بس مش اكتر من كده. انا بص حضرتك يا استاذ شريف، اتفضل يا استاذ محمود، حضرتك من غير انا او اي حد، انزل بكاميرتك. تمام، اطلع على المخازن الموجوده وشوف السلع الموجوده فيها، وانزل على البقالين التموين شوف صرفوا صالح نقاط خبز المواطنين ولا. هو لغايه اول امبارح، لغايه امبارح اول امبارح يا استاذ شريف كل يوم كان بحلقه، ما فيش حلقه واحده طلعت ان في حاجه ايجابيه. والتقرير اللي الاستاذ شريف عرضه النهارده ده عرض مواطنين ولا عرضش مخازن؟ خد بالك بس من التقرير، ما اتعرض لمواطنين وما اتعرضش للمخازن ولا تجار تموين، خد بالك من الحته دي يا استاذ العزيز، خد بالك ان التقرير اللي اتعمل دلوقتي اتعمل لمواطنين في الشارع عاديين، وفي منهم اللي قال ان ما خدش الرز وما خدش الزيت. انت بتتكلم ان انا ضخيت في المخزن، حضرتك التقريرات اللي جات لغايه اول امبارح لغايه الاسبوع اللي فات ما فيش مخزن، ما فيش بقال تمويني انا استلمت حصه 100% لغايه دلوقتي. حضرتك التوريد بيبقى يوميا عشان يعني ايه؟ هقول لحضرتك، انت بتعرف يا استاذ محمود ان مفيش مواطن صرف تموين؟ كل ده نقط عيش؟ انت صرفت حاجه تموينيه لغايه دلوقتي؟ مش دلوقتي بتصرف، المفروض تصرف سلع نقاط خبز، مش احنا بنحدد من بيشيل من يوم 1 ليوم 20؟ والتموين من امتى لامتى يا فندم؟ التموين برضه بيتصرف، ما هيبدأ ممكن من يوم 10 المواطنين هيصرفوا سلع. لا لا ثواني بعد اذن حضرتك، انت عندك حاجه تقول ان التموين بيتصرف يوم 10؟ التموين عند حضرتك بيتصرف من يوم 1 يا فندم من بدايه الشهر. انت دلوقتي حضرتك بتصرف تموين ولا بتصرف سلع نقاط؟ المفروض انا بصرف الاثنين مع بعض من يوم 1. المطر ما يديهمش غير مرتين، بيجيبوا مره واحده. خبز. انت دلوقتي بتصرف سلع نقاط خبز؟ يا باشا دلوقتي المفروض انا اصرف الاثنين مع بعض، يعني ايه نقاط خبز وايه تموين؟ المواطن جالب البطاقه بضرب له الاثنين. انت الشهر اللي فات صرفت السلع نقاط الخبز ولا لا؟ صرفت نقاط خبز وتموين مع بعض. صرفت بقيمه كام؟ صرفت ايه؟ انا؟ اه تومين ولا عيشه مش فاهم. سلع نقاط، صرفت سلع نقاط خبز المواطنين بكام؟ انا صرفت ب 100%. بكام؟ قيمه كام؟ قيمه 180000. طيب وفي غير صرف ثواني بس عشان كل ما تعلق في البرنامج، انت 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 ما انا قلنا ده المنافسه اللي كنا بنعملها، انا كنت عامل منافسه كل المواطنين حبوا يجي لي بديك بسعر رخيص ومنتج جيد، في غير ما صرفش ب 20000 لان ما لقاش بضاعه. دلوقتي قال لحضرتك النظام ده مش هيرجع، مش عايزينه يرجع. انا مش عايزه يرجع. طيب انا مش عايزه يرجع. في تاجر هامش تاني، انت حددت هامش الربح حددته لماجد؟ طيب انا حددته للتاجر. تمام لحظه بس بعد اذن حضرتك استاذ ماجد، استاذ ابراهيم برضو تاجر سلع تموينيه وبرضو حابب يعمل مع حضرتك مداخله. معلش يا فندم احنا بناخد من وقتك كتير، بس يعني وجود حضرتك مهم. اتفضل يا استاذ ابراهيم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازاي ما عليك يا استاذ شريف؟ الحمد لله، اتفضل معاك الاستاذ محمود دياب. يا فندم انني بناشد الاستاذ محمود دياب المستشار الاعلامي. احنا 265 بقال مستجد على مستوى محافظه الغربيه من شهر 10 مسجلين لدى الوزاره يا فندم ولدى مكاتب التموين، لحد النهارده ما استلمناش المكن من شركه فريست دادا ايجيبت فرع طنطا. اناشد الاستاذ محمود دياب المستشار الاعلامي ان يتدخل لنا لدى الشركه ان احنا لحد النهارده ما استلمناش المكن. معلش ما استلمتش ايه تاني؟ ما استلمناش المكن واحنا مسجلين لدى الوزاره من شهر 10 بقال تموين. مكن اللي هو صرف النقاط السلع التموينيه. لا لا لا، مكن التموين يا فندم ما استلمناهاش. مكن البطاقات.
ايوه يا فندم. طب شكرا جزيلا. 265 بقال مستجد. اتفضل يا استاذ محمود. اللي هو التاجر اللي من طنطا بيتكلم على المكان دوت عدد حوالي 285 بقال تمويني مستجد. مستجد دوت بعد خد بعد ما خد الموافقه احنا شركه الاستثمارات اللي هي المسؤوله عن المكنات هي بتوفر لهم المكان. هو في شحنه جايه ان شاء الله قريبا باذن الله، لان احنا عندنا مش بقالين جداد وفقط، لكن في ايضا مخابز جديده بتفتتح، فاحنا من خلال الشركات بنوفر لهم الماكينات. انا بطمنه ان شاء الله خلال ايام قريبه باذن الله في شحنه جايه حوالي اكثر من 6000 ماكينه بيتم توزيعهم على اصحاب المخابز واصحاب محلات البلد التمويليه اللي تم الموافقه عليهم لبدء ان يحصلوا على هذه الماكينات لصرف السلع للمواطنين او صرف الخبز للمواطنين. استاذ محمود 6500 حضرتك بتقول؟ حوالي 6000 ماكينه. 6000 ماكينه. طيب اخر سؤال بس قبل ما اشكر حضرتك على وقتك، شكرا جزيلا. حضرتك حددت هامش الربح للبقال التمويني في السلع اللي بياخدها من الحكومه من الوزاره يعني؟ اه بالتاكيد كل سلع يا استاذ شريف متحدد لها هامش ربحها، يعني مش نسبه ربح على الاجمال، لا لكل سلعه لها هامش ربحها، وبتبلغ بقى للبقال اخر الشهر بيتم صرفها يوم 10 من الشهر اللي بيسبق صرف السلع النقاط. بيتبلغ بيها يوم 10 في الشهر؟ بتتصرف له يوم 10 من الشهر التالي لصرف السلع. اه بتتصرف يعني له من يوم 10. اه يعني السلع النقاط بتاعت شهر فبراير اللي بقال صرفها تتصرف له في 10 مارس. تتصرف له بدايه من 10 مارس. تمام. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمود دياب المتحدث باسم وزاره التموين. واحنا هننزل يوم السبت علشان نشوف موضوع المخازن والسلع التموينيه، مش تفتيش ولا حاجه، بس احنا ولا 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 دي اتجاهنا، بس رغبه في ان احنا نطمئن ونطمئن المواطن، واذا كان في اي نوع من انواع السلبيات نحاول ان احنا نوصلها لوزاره التموين. انا بشكر حضرتك استاذ محمود دياب، الحقيقه هو من اكثر المتحدثين باسم الوزارات تعاونا مع الأجهزة الإعلامية المختلفة، وسائل الإعلام المختلفة، وموجود الحقيقة. فبغض النظر مفيش حاجة كلها إيجابية بنسبة 100%، أكيد في سلبيات في أي منظومة، بس كل الشكر لوجود حضرتك معانا. أستاذ ماجد اتفضل. هو أنا بس عايز أقول له كل ما أستاذ محمود دياب بيتكلم مش هرجع للمنظومة القديمة، يا عم مش عايزك ترجع. والله ما عايزك ترجع. خلاص بقى بس مش عايز نتكلم في المنظومه الجديده واللي يخوفك ايه من المنظومه الجديده؟ اللي مخوفني المنظومه الجديده المواطن جاي كل يوم يمسك فيا، جاي يمسك في رقبتي، ما انا فين حاجتي؟ ما هو المشكله فين حاجتي؟ ولما الاقي تصريحات الاستاذ محمود دياب عكس كده نازل يمسك فيا اكتر. يا عم ده الوزاره بتقول ان كل حاجه عندك، ده في الصعيد كله متدمر زيت، في تاجر بيكلمني مركز بندر الاقصر وهنا صرف كل واحد 40 كرتونه. ده اللي عندهم. والباقي خدوه سلع تاني خالص، حلويات ورباط. طب يقول لك صرفت 100%، ايوه 100%، ايه كام صنف؟ ما لازم يبقى في فكر. انا كنت بس بجيب حاجات 100% 100,000 صنف. انت النهارده بتديني خمس اصناف، تقول لي متصرف 100%، هي القصه قصه صرفت 100% ايه ولا صرفت كام صنف؟ تمام. دي نمره واحد. نمره اثنين، الاستاذ محمود دياب يعني مش عايزه كل ما يتكلم يا باشا، زي ما انت بتناقش قضيتك انا بناقش قضيتي. زي ما انت بتدافع عن وزارتك انا بدافع عن جمهور بقاليه التموين. طيب خليني وعايز اقول قرار بعد اذنك، مش عايز ارجع للمنظومه القديمه عشان ما حدش كل ما يتكلم ويرجع على المنظومه القديمه. انا مش عايز ارجع، اديني هامش الربح اللي انا كنت باخده. النهارده انت بتقول لي ادفع مشالات، طب انا كنت بجيب الحاجه لغايه عندي، هتحط لي حق المشالات؟ النهارده بروح اقف وبدفع امين المخزن، هتحط لي فلوس امين المخزن؟ انت حطيتني النهارده حتى امين المخزن النهارده قبل ما تيجي السلع بيعمل لي جدول. فين الكلام ده؟ طيب أستاذة نصرة من الجيزة اتفضلي. مساء الخير يا أستاذ شريف. مساء النور يا فندم. ازاي سعادتك، أخبارك إيه؟ الحمد لله يا فندم اتفضلي. دايما يا رب. أشكرك جدا على التوضيح بتاع التموين، بس أنا مواطنة من 90 مليون، أنا عايزة أقول لك إن منظومة التموين من أجمل الأشياء اللي اتعملت وحقيقي موفرة لنا كتير، بصرف النظر عن فيها حاجات صغيرة سلبيات ودي مش مشكلة. يعني أنا لما أصرف النهاردة وفي حاجة تكون ناقصة أو حاجة، لكن وفرت لي كتير، وكفاية أن أنا باخد الحاجة اللي أنا عايزاها وبتوفر لي أن أنا ما بدفعش ولا مليم. وعايزة أقول لك على حاجة تاني، أن أنا بصرف التموين والعيش من مكان واحد وصرفتها يوم واحد في الشهر، وكل الحاجة اللي أنا بحتاجها صرف النظر برضو عن إن في زيت إن هو شاحح شوية، بس ده برضو ما يجراش حاجة. وصلت الصورة. أنا بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا، بعتذر لضيق الوقت. أستاذ إسلام من أسيوط. أستاذ إسلام طيب أنا
كلمه اخيره لان هشكر خلاص. لا فعلا الاستاذ نصر زي ما قالت دي حقيقه. بس استاذ نصر فعلا التاجر اللي صرف لك التومين العيش اصلا ما استلمش التومين، هو مش عايز يجيب المواطن غير مره واحده. عايز يجيبه زي ما انا لسه بقول محمود دياب. انا مش عايز اجيب المواطن غير مره واحده. انا هي كل المنظومه اتحطت في اطار ان انا اللي كنت بشتري وانا اللي نجحت المنظومه. انا اول شريك قبل الدكتور خالد حنفي ان انا اللي كنت بجيب لك الحاجه. وفي حضرتك يا استاذ نصر لما كنت بتنزل تضرب البطاقه تضرب التومين والعيش مع بعض كنت بتاخدي من عند انا قبل ما تاخدي من الوزاره. لما جه القرار اتغير ادينا وقعنا في المطب اللي احنا بنتكلم عليه. نمره واحد وقتي انا وقتي اقول كلمه صغيره والله وقتي خلص. حضرتك الوزاره لو ليها جنيه عند المواطن عند التاجر بتقول له الشهر الجاي مش هصرف لك لما تدفع فلوس اللي عليك. انا ليا 240 مليون جنيه من 2014 حتى 6/2015 ما خدتهمش لغايه دلوقتي. انا ليا 240 مليون جنيه كشخص ولا لا يا فندم بقالين تومين على مستوى الجونه 25200 بقال تومين ليهم 240 مليون جنيه مش عارفينهم فين. تمام. وكل ما نخاطب حد ما حدش عايز يقولنا عليهم. طيب انا وصلتني وانا محاكم السبت وصلتني الصوره. خلاص احنا اتفقنا وصلتني الصوره وهنرتبها مع فريق الاعداد وهنبلغ طبعا الاستاذ محمود دياب. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ ماجد نادي المتحدث الرسمي باسم نقابه البقالين التموين. شكرا على وجودك معنا. شكرا على الفكره والرؤيه اللي حضرتك طرحتها والتخوفات. كمان شكرا للاستاذ محمود دياب كان ضيف اكيد معنا في وجوده من خلال الاتصال التليفوني.